صباح الخير لكل السوريين. صباح سوريا. نحن ببرنامج صباح سوريا قررنا نعمل شغلة جديدة كتير. نحن بالحالة الطبيعية ممكن تجي نور هيك فجأة وتقف على نزهات. صباح الخير نزهات. صباح النور، كيفك؟ أنا يعني هيك متطفلة، حكون معكم بالصباحي بس يعني حبيت إنه طيب هلا باعتبارك جيتي لهون. تمام نور، هلا انت بالنسبه لك حملك الكره الارضيه كلها عرفت انك حامل. هلا نحن عم نسعى انه انت هلا حاليا يوصل هذا الموضوع للمجرات الثانيه. عندك هذا الطموح؟ هتوقع كمان وصل والله، يعني ماني مقصره بالقصه. حتى البسوني حابه تطلع معنا، فينا نشوفها بالكاميرا صح. هلا بدنا نشوف شغله كثير ظريفه. طبعا نور خربت لنا الشغل كله بس مو مشكله. هلا بدنا نشوف شغله كثير ظريفه، هو هذا الكرسي. هدول الكراسي الموجودين هن اشهر شخص بيطلع على السوشيال ميديا، كل الستوريات كل القصص بتطلع من هون. تمام، نحن ببرنامج صباح سوريا بمؤشر بلم الشمل بكل البرامج بيجوا بتصوروا عند هالكراسي. تمام، هلا بدنا نشوف شغله كثير ما حدا شافها قبل هالمره، انه نحن دائما بنسال العالم اللي برا شو هي امنياتكم بالعيد. اليوم بدنا نسال الناس اللي قاعدين ورا الكاميرات ورا المكاتب، الناس اللي لهم جهد جبار جدا بهالقناه، شو هي امنياتهم بالعيد؟ تفضلوا معنا. انا حابب اعرف منك شو هي امنياتك بالعيد. امنياتي اني في الصبح لاقي حالي بين اهلي، يعني نتامل ان الله نخلص من هذا النظام ونرجع على سوريا. شو بتتمنى على العيد؟ بتمنى العيد الجاي ما انت تعمل التقرير تبع البون فوكس بوب اللي بالشركه عنا. اوكي تمام ماشي، امنيه حلوه، انا معك فيها والله، انا معك. هلا هون نحن عنا جماعات الموقع. تمام، يعطوني العافيه. حاليا الموقع صار من المواقع الرائده بسوريا ومن اكثر المواقع المتابعه سواء بالداخل السوري او بالخارج. بنحكي مع الاستاذ احمد. استاذ احمد، اول شيء كل عام وانت بخير. انت بخير. بدي تحكي لي عن امنياتك بالعيد. امنياتي؟ امنياتي بالعيد اخذ عيديه. من مين؟ اكيد مو مني انا. ما في حدا ناخذ منه عيديه للاسف. بدي تحكي لي انه شو شغله اكثر زعجتك غير الفئه بكير الصبح؟ نزهة تكبر الخط. طب احكي لي انه بتجي دائما نعسان، ليش؟ خليك الدوام برمضان يعني متعب، رمضان لازم يكون عطله. ايمن قال لي شو هي امنياتك على العيد؟ شو امنياتي؟ نام. هلا هي اكبر ازمه بالبرنامج الصباحي انه الكل بيجي نعسان، انه نعسان بدك تنام غير النوم. بس نام، ناكل بعمول يا زلمه بس. هلا بدي اياك تقول لي حياتك قبل الزواج وبعد الزواج. طبعا الف مبروك من شهر تزوج، وبده يحكي لنا عن حياته الزوجيه خلال شهر. كنت تفلت برا البيت، هلا صرت انضب جوات البيت، ما عاد في اكثر من هيك. بطلت احسن تفلت. بطلت. اللي جاي على الطريق هو محمد. محمد طمني، ابو ليس الغالي، انت جايك يعني عم تتعلم الدروس منه؟ هو ابن حارتي يعني. شو عمل هو؟ انا قلته هو تجوز قبلي، انا بدي اتجوز بعده بعد العيد. عم بيعزبك ايمن على المونتاج؟ عم بيجيب لك مواد كثير؟ يعني بجيب مواد كثير، بنق كثير، بس يعني بنتفاهم بالاخير، بنخرج ماده اخر شيء يعني. انت عصبي كثير على رمضان ما؟ هي حرب ازليه دائما بين المنتج والمونتير. هلا بدنا نطلع على اكثر قسم بيشتغل واكثر قسم بنشوفه على شاشه التلفزيون، هو قسم الاخبار. نطلع بنشوفهم كيف عاملين بالفعل خليط نحل لا تتوقف. هشام شلونك؟ طمني عنك. هلا هشام كان بلم الشمل شوي يمزح، بطل يمزح ابدا، صاير جدي كثير. جد هو لانه بجوز طبيعه اخبار اللي بتعرف اخبار السياسيه بتصير اكثر جدي بالنسبه لي، ما في مجال للمزح، فانا بالنهايه بتعمل. بس عم ينعكس على طبعك الشخصي. يعطيكم العافيه. هلا بدنا نسال عن امنياتكم بالعيد. حل عنا يسر عرضك. عنا تطلع من راسي بالعيد. انا المكسر مشان نخلص بعد العيد. بعد العيد رح تصير مخرج؟ والله كنت سألون المخرج إن شاء الله. قسم الإبداع هنا يبدعون، قسم الإبداع لنشوف نباغتهم. مرحبا يا جماعة، كل عام وانتم بخير، يعطيكم ألف عافية. حابب أعرف منك شو هي أمنياتك بالعيد؟ أمنياتي إنك تكون سعيد. أنا سعيد؟ أنا نزهت. وأنا أحمد. تمام أوكي، أهلين أحمد. إن شاء الله هيك كل أيامك تكون محمود وسعيد. إن شاء الله جميعا. آمين آمين. هلأ بنجي على الشخص يلي رافقني بداية التصوير
مثله مثل كل المصورين اللي بيصوروا وما حدا بيشوفهم. عبد الرحمن البطل الشجاع، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. بدي أعرف أمنياتك على العيد غير أنه تضل ماسك الكاميرا. والله أمنياتي على العيد أنه أهم شيء الأطفال. الأطفال اللي هلأ بسوريا ما عاشوا اللي نحن عشناه، وعيوا على حرب، على تهجير، على عمه فقيد وخاله وجده وكل قرايبينه. بتمنى أنه يجيهم يوم يوعوا الصبح ياخذوا العيدية من أهلهم ويروحوا يلعبوا مثل ما نحن عشنا هذا الشيء. إن شاء الله آمين، ويبعد الزعل عن كل السوريين. هلا أنت كيف مركز معي وأنت دائما متعود أنه عينك على الكاميرا ما بتشيلها أبدا، ليش؟ حاليا ماني مركز معك، مركز بالكاميرا كمان. بالنهاية كل عام وأنتم بخير. الغاية من هذا الفيديو هو شغلة واحدة بس، أنه تعرفوا الشيء اللي عم تشوفوه على الشاشة، على اليوتيوب، على الفيسبوك، على أي وسيلة تواصل، أنه في وراء جهد كتير كبير، جهد فريق، فرق كاملة عم تشتغل لحتى تطلع الصورة المناسبة وجودة اللي أنتوا عم تشوفوه على الشاشة. كل عام وأنتم بخير لكل السوريين ولصباح سوريا.